يعني مين كان يتصور جبران قاعدين نحن وياكم وعم مثل فخامة الرئيس ميشيل عون. حكى انه في الدولة عم تدفع الخراطيش 100%. نحن في سلايش يعني الصراحة اليوم عنده جايين نتسلق. صديقة للبيئة مثل ما كان الله يرحم السعيد بدي اياها. تم اطلاق مشروع بيروت لمحطات الدراجات الهوائية الآلية. نتمنى على وسائل الإعلام ما تظهر الأمور قدام الشعب اللبناني انه أنت نايم عشية بكرة فايق على نفايات بالشارع، الأمر مش هيك. وأخيراً أقرت سلسلة الرتب والرواتب. لن ندفع أي زيادة على الأقساط المترتبة عن قانون سلسلة الرتب والرواتب. يلاحق مجلس النواب المواطنين بالضرائب. مجلس النيابي اللي انتخب سنة 2009 نوابه ما اعتادوا على إقرار موازنات. مستقبل النقابة بدون محصصات. قانون الانتخاب المبني على النسبية على 15 دائرة يبقى سؤال يجمع عليه المواطنون، عليه كيف يتم احتساب الأصوات. لذا يا تيمور سر رافع الرأس واحمل تراث جدك كمال جملات. نعم عم نحكي عن تحرير كامل الأراضي اللبنانية. إبرام صفقة مع مقاتلي تنظيم داعش، وافقت السلطات اللبنانية على إطلاق سراح 3 موقوفين سوريين طالبت بهم جبهة النصرة مقابل الإفراج عن 3 من الحزب الذين يروجون ثقافة مواجهة للزواج المبكر في مجتمعنا. هم يخدمون الشياطين وإبليس من حيث لا يعلم. إلغاء المادة 522 شكل إنجازاً للمجلس النيابي. حبس محمد النحيلي 18 عاماً أشغال في قضية قتل زوجته منال عاصم. فإن هيئة علماء المسلمين في لبنان تعلن ما يأتي القيام بالإجراءات القانونية العاجلة وإلغاء هذا النشاط الخارج عن القانون. مثلك أنت ما بشكل خطر على المجتمع، بس في مجتمع هذه العلاقات المثلية إنهين هي علاقات خارج المنطق وخارج الفطرة البشرية. ما تكون جزء منه، التقبل هو اللي بيبني المجتمعات. لأن لبنانيين ومنحب الشعب اللبناني عم نطالب بالنازح السوري يرجع على وطنه، ولأن عنصريين لبنانيين. نعم نحن عنصريين لبنانيين. أختك أخت سوريا. احتجز الجيش المئات من اللاجئين بعد منهم 4. قال الجيش إن أمراضا مزمنة أفضت لوفاتهم، لكن صورهم وشت للكثيرين برواية مغايرة. صفحة مخابراتية مشبوهة على الفيسبوك اسمها اتحاد الشعب السوري في لبنان، ووصول العديد من التهديدات إلى أعضاء التنظيم. توزع الناشطون حاملين البيض لرميه على مواكب النواب. إذا حدا بيرفع أي شعار ضد الجيش يكسره. Best actor كامل الباشا in the film The Insult by Ziad Dwaghi. نحن لا نرغب بأي معركة تحت عنوان حرية الإعلام. على من تقرؤون مزاميركم؟ على رواد الحرية؟ تحركت وزارة الاقتصاد والتجارة سريعا بعد تداول موضوع عرض فيلم وندر وومن في الصالات السينمائية اللبنانية. المتظاهرون من أنصار حركة أمل يحاولون اقتحام مبنى الجديد في هذه اللحظات. حاجة تبعت شباب الحزب تروح تقاتل بسوريا. كسر اختك اخت سوريا. لا تسمحني يا سماحة السيد، بتمنى منك تبعتني مع المجاهدين على سوريا لكون أول من بجاهد بسوريا. بعد بكرة شو؟ خميس. وهلا بالخميس. البلد في حال ذهول. ماذا جرى؟ كيف انقلبت الأوضاع رأسا على عقب؟ أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية. هزة حكومية من بيروت إلى الرياض. فجأة أطل رجل من مكان مجهول في المملكة السعودية ليعلن استقالته. الاستقالة الزلزال. يواصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تراجع الرئيس سعد الحريري عن تقديم الاستقالة. التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب